قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. ثمانية زنقة السالمية. عرفتها في جافنا وبغيت نمشي ليها نمشي. كيف تدير هذه على البرد؟ دارو هنا بزاف مرات بنتي، ولكن انتي ظاهرة بنت الناس. انا نتسناك. Thank you.
باكو صدانا بهاد الليل. اش كاين؟ مساء الخير سيدي. الله يخليك، انا مول هاد الطاكسي هذا. جيت واحد السيده طلعت هنا للعماره قالت لي غتجيب لي الفلوس، وتقريبا هذه واحد نص ساعه وانا كنتسنى فيها. لا فلوس لا جاكيطه، والمصيبه كحله هو عندي الوراق ديال الطاكسي في الجاكيطه. واش انت مثقف ملي دخلت لهاد العماره؟ الله يودي. انا خلاتني كنتسنى، وبالضبط جيت شوف هي انا في الطبقه الثانيه تقريبا، وفي هذاك الشرجم الرابع فين شعل. ايوا هذيك دار الحاجه، مسكينه عايشه وحدانيه هذه سنين، ما كتمشي لعند حد، ما كاينش لعند احد. شتي هاد العماره كامله ما كاينش فيهم شي واحد اللي عنده البنت. الله يجازيك اشريف، الله يكثر خيرك، الله يرحم لك الوالدين. غير نطلع ندق على هاد السيده نتاكد منها. الله يجازيك بخير، انا بقى عندي غرض لا بالفلوس ولا حتى بالجاكيطه كاع، انا بغيت غير الوريقات ديال الطاكسي. الله يكثر خيرك. واش كتثق ولا ما كتثقش؟ اجي بعدا سماك الله. عبد الجليل. وانت العمس سي المعطي. سمعت لك السي عبد الجليل، راني كنت جالس هنا عساس فايق، حتى شي واحد ما دخل لهاد العمارة. الله يرحم لك الوالدين. غير الوريقات ديال الطاكسي هما اللي بغيت، لا جاكيطة لا فلوس. واش انت خليتي هادات لك حتى الجاكيطة والوراق؟ المحنة حنيت منها ملي ركبت عندي السيدة في الطاكسي وهي كترعد. نشوفو ما نعرف. نشوفو. شكرا نعم. سيدي شتيها تعقل عليها؟ الله يودي لنا عقل عليها. اصبر بعد نعم. بسم الله. غير شوية غير شوية صاحبي، ناس ناس غير شوية قلنا لك صاحبي راه الناس ناس. صافي 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 صافي. الله بولا وحدة السكان هادي ثلاث شهور ما تصفقوش يشريو حتى بولا. وكيديروا مع الزبل؟ أودي الله يهديك. شتي هاد البيل ما كنزولو من يدي لا ليل ولا نهار. هذه هي الدار اللي بالك فيها الضو. حاجة هذا اللي شذكر هنا عزيز عليك، كتشكري فيه بزاف، حتى شي حبيب إلا بغى الله راه غيجي. كاين هادشي ولا ما كاين؟ وغتلبي تسلم. يا لطيف يا لطيف يا الله يا رجال البلاد، يا الله يا رجال البلاد، يا الله يا رجال البلاد. شعين شعين يا بنتي شعين خايبة، هذا شي حتى شي حتى عرفت يا حبيبتي عرفت عرفت. تيبور ديال الطاكسي. مرحبا مرحبا، اللي بغى يزور يجي. مرحبا سيدي. خير عليك. مس الخير. خد هذا طلب تسليم ودير على قلبك. على قلبي؟ كيفاش على قلبي؟ واش انا جاي نقبل هادشي؟ انا باغي الخلاص ديالي وباغي الجاكيطه اللي فيها الوراق ديال الطاكسي. اقول لها السي معطي هذا السي عبد الجليل الشيفور ديال الطاكسي، قال لك وصل شي بنت لهنا ودخلت لعندك للدار. ايوا ايوا ايوا، خلتني كنتسنى تقريبا نص ساعه وانا كنتسنى فيها، لا وراق لا جاكيطه لا خلاص. شوف اسيدي البنت اللي عندي ها هي. لا ماشي هذه، لا لا. واش تقسي بيا ولا لا دابا؟
انا متيقن بلي دخلت هنا ياك الطبقه الثانيه هادي الضو هنا عندكم شعل وهنا طفى ما تيقتيناش نتقلب الدار قلبوها يقلب الدار قلبوا الدار نقلبوا كل حاجه قلبوا كل حاجه يلا يا سيدي يا بسم الله يا بسم الله يلا سيدي زيد شوف شكون هادي؟ وما نعرف هادي بنتي بنتك؟ دابا عاد ولات بنتك هاك دير هذا على قلبك حشومة ماشي هادي مرحة جاية حصرة وتبيع ليا وانت السلماطي اللي كتقول لي ما كاين حتى بنت في هاد العمارة اشنو دابا هادي؟ السعد شنو انت ما كتثقش بيا راه قلت لك عمر ما شاد البنت اول خطره كنشوفها في التصوير شوف اسيدي هادي راه بنتي ولكن راه ميته ميته واش انت باغي تحمقوني هنا ولا تقول لي ميته وانا عند مصر دابا بالطاكسي وطالع العماره ادير عقلك برد برد شويش سامج يا سيدي راني بعقلي وبعقلي وفت عقلي شوف اسيدي دات لك الجاكيطه ودات لك الفلوس هاد البنت راه ميته هادي 50 وشبعه موت واش انت باغي تحمقوني وتخرج لي عقلي ولا انا مصر البنت نقول لكم كتقولي عرفتوا راه اللي ما عنده سيدو عنده ولا عندك ويحسب لكم راه الشيفور ديال الطاكسي وتعقروني ايوا الله يجعل البركه في المخزن اسمحي لنا الحاجه الا صدعناك راه السيد الله يكون لنا والاه مدي حسنة ما يطربس الدنيا قاعنا نهزا
لاباس خلعتيني نمشي نوجد لك العشاء. ما باغيش نتعشى. مالك؟ هذيك البنت اللي خليتي نعسى في الصالون. انا باغي نعس بكري باش نفيق غدا في الصباح بكري. عندي شي شغل ما نقضي في الصباح. البنت فاقد دابا. صافي يا ماما صافي صافي. هيا 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 حلوه البنتي. هيا هيا صافي 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 صافي. ماشي هو هذاك ياك لاباس. اش غادي نقول لك؟ واخا نحكي لك ما غاديش تصدقيني. اش وقع؟ راني جايب السايق بالعقل بلا بيرمي بلا اوراق. كلشي مشى ليا في الجاكيط. وفين مشاو؟ داك الشيء غريب اللي وقع ليا. اش وقع؟ واش تجيك على بالك وصلت واحد السيده لدارهم ماتت هذيك اكثر من 5 سنين. وراك كتهرسل. ورا هادشي اللي وقع. الراجل راك حماقيتي. هادشي اللي قلنا نيت حتى انت رجعتيني حماق. بالحق غدا عاد غادي نحماق مزيان. والا القضيه غتكون فيها خوخه. خوخه؟ نعسي 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 الله يخليك. صباحي على خير وفيقيني غدا في الصباح. عبد الجليل اش ما عرفت كيفاش تجاوب. الله يخليك مكتب الشكايات. نعم مكتب 65 على اليمين. بارك الله فيك. يا با جلون تقدم هاد. تفضل تكلم. انا الشيفور ديال الطاكسي. نعمس سميتك بعد هي الاولى. عبد الجليل السالكي. نعم البارح نعمس هذيك الليل انا راجع بحالي ودست على طريق على الروضه. مشيت لي واحد السيده وما وقفتها لا بالقبضي. انا اللي وقفت. دابا اصبر اصبر بالله تعالك عاد شويه. واش انت اللي شكات كنت وقفتي لها؟ صاب ما يقول لهم اش بقات فيه وحنا عليها. في الحقيقة أنا اللي وقفت لها. لحقاش نعمس اللي كانت شتاتها تصب. إيوا ورجعت لي المحنة والعطفة. ورجعت لها باللور. ناري ما يكون غير قالها كان عارفو كيتف خرب بلادي. هادشي اللي كاين في التصريحات ديالك.
شي تقريبا هو هذاك الزيت ايوا منين هزيتيها؟ نعم سيدي منين هزيتيها فين مشيتي؟ ونوصلها للدريسه اللي قالت لي اياه. شنو الدريسه ديالها؟ الزنقة السلمية عمارة 8 عمارة 8 ايوا زيد. وملي كانت ترعد مع فيها البرد بزاف عطيتها الجاكيطة ديالي نعمس ولما وصلت قالت لي غادي تطلع باش تجيب لي الفلوس ونزلت دخلت للعمارة وعطلت انا لما هي نزلت وطلعت للعمارة نزلت انا من الطاكسي نشوف اش من الطبقة غادي اش من الطبقة كانت؟ دخلت نعمس سيدي الثانية. باش عرفتي الطبقة الثانية؟ الثانية باش عرفتي الطبقة الثانية انت؟ لحقاش هذيك الطبقة الثانية هي فين شعل الضوء؟ غير لان شعل الضوء الطبقة الثانية هي راه كانت فيها ولا كانت دخلت شي طبقة واحدة أخرى ولا هذيك الطبقة فاش لحقاش السراج مكيرو طافيين شعلو الشرج من الراب ولا شعل فيه الضوء نعمس. واخا عيد نطلب دابا من هنايا. الله يجازيك بخير نعمس سيدي. انا راه ما بغيت لا فلوس لا جاكيطة لا والو، انا باغي غير الوراق ديال الطاكسي ديالي. الله يكثر خيركم. الله يجازيكم بخير. ما غادي يديروا له والو غير يقولوا الله يهنيك. ودابا شوفوا كون هاني راني ما خدامش. صافي السي الاخ السي عبد الجليل غير تكون هني دابا الله يهنيك. حنا غنتكلفوا غنقوموا الواجب دابا غنوض. راني ما خدامش العام هذا ما عنديش وقت. حنا غنصوبك المسائل ديالك كلها. تفضل تفضل. الو سيري راه جبتك واحد خدمه اخويا تخرج معايا دابا صافي انا كنزينك غير ما تطلعش عليا انا كنزينك. مرحبا بنهارك بيك. الله يبارك فيك. مرحبا. خالتي فين اللي طالعين؟ انا جيت اجيبهم. لا غير خليك خليك انا. الو الو على سلامت عادل. الله يبارك فيك يا لالا. شكون؟
أنا مونيا. مونيا؟ شكون مونيا؟ ألو 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 عزيز. وين؟ شتي بوحدك في الطيارة ولا جا معك شي حد؟ علاش؟ الطيارة كيجي فيها 160 البشر. لا غير سولتك شي حد دابا. شي حد؟ شكون؟ الوالدة؟ لا شي حد وصافي. ودوي معايا شكون؟ مونيا. مونيا؟ كان عرفتي شي وحدة سميتها مونيا؟ عادل خبي لي شي حاجة؟ كيفاش اش نخبي عليك؟ نادية شوف احنا زعما مرتبطين تفقنا الشك ما يكونش بيناتنا ولين فريد كاع انا كنعرف هاد مونيا باش تعرفني وصلت اليوم وجيت عندكم وباش تعرف التليفون ديالكم وشكون اللي غيعطي لها هو ما نعرف شنو دابا كتشكي فيا شوف هاد المره اللي عيطات خليني انا ندوي معها نادية نعم ماما فين عادل السلام عليكم عادل هكا الكاس ديالك تاعهم بسم الله نيت انا ولي كان ناقصني هكا بنتي لا لا بابا ما بغيتش شكرا انا موجد لك شي شهيوه من داك الشيء ياك خالتي ولكن غير سمحوا لي انا ما كنظنش غنقدر حيت تعطلت على الوالده مازال خصني عاد نمشي نشوفها باقي ما شفناك مازال ما شفتيني انا ولا ما شفتيش الكادوات غير تهني كل شيء جبتو لك عادل عنده الحق خصو يمشي يشوف يما ايه انا اختي عايشه مسكينه الله يشوف من حالها امين هاك خذ حليب بسم الله قول يا الحاجة نعم سيدي ما كايناش شي بنت كتشبه هاد العبارة فاش كتسكر لا وليدي لا واش متيقنة الله يودي متيقنة وشحال كان عند بنية ديك فاش شوفات يا وليدي كانت نوارة يا وليدي 18 عام 18 وشنو سبب الوفاة ديالها كيفاش وقع لها عاودي ليا سبب كبير يا وليدي سبب كبير شوف اصبر انا كيبان هذا خصك توقف خلينا نقطع هي هذه هي هذه شحال كان من عام هنا 18 عام 18 عام هذا خرج ديال هو هذا ايه يا وليدي عطاته الغالي والنفيس وعملت فيه ثقه كبيره اللي ما يستحقها
شوف هذيك المنيه شتي كون كان عندنا شي وليد بحال هكذاك ها مين نتزوجو نديرو وليد ان شاء الله يا وزين دابا واحد كامل الاحلام والدواء ديالها هذه 3 سنين هي طايحه في الفراش وحتى على قريت اختي خالتي عندها بنت وجا الوقت اللي خصني ندي لها الثمن واش كتفلى ولا كتهضر بصح عليها كل ما كنبغي نقول لك شي حاجه ولا نحلم انا وياك كتوقفني مونيا خصك تفهمي مونيا 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 رجع والله إلا جاو برافو سمر جا المعلم لامس السلام عليكم صافي نقول هذا راني خاوي انت واش بغيتي 50 باش مثلا انت داير بها شي حاجه كان عمس يدير انا وصلت العمس الله يخليك راه وصلت هنايا وطلعت المراه انا عندي ما خصني انا قالت لي 50 باش مثلا شفنا الصوره ديالك كل الناس اودا انت كتخاف راه تضيع نقطه الله راه بزاف واش دابا انا لما نخدمش دابا انا ولا شنو انا غاتصل بينا ونصوب لك واحد الرخصه مؤقته باش نخدم ونشوف هذه القضيه من بعد الله يخليك انت غندوز عندكم الله يخليك الشريف يلا اخويا الله يخليك وصلنا الروضة دابا راه ما عرفتش شو وقع لي ما عرفتش شو وقع لي توقفت ليها ما عرفتش ندمت هنا 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 في وقفت لي انا تسنى لي اخو الله يخليك الله افان غتلقى مونيا في هاد الروضه هادي اقلب الساعه الجاي على دام هنا مونيا بنت من ما عرفتش اسم بها ما عرفتش انا وضع عرجي نوض تقلب ولدي نوض
مايضو. السلام. اياك لاباس عمي، كاين شي ماك ديو؟ فين كتسكن القبر ديال مونيا؟ مونيا؟ ايه. شكون هاد مونيا؟ مونيا، مونيا بنت الحاجة. اه سيدي قلب بحال، قلب تلقى. راه هادشي اللي كندير. قلب تلقى عاد. راه هادشي اللي كنت ندير، كنت نقلب. ايه حيت شفت الصباح ونزار كالس الضو. اهلا كيف كنت يا خالتي؟ شوية انتي صحة لاباس؟ واه شوية عندي لك واحد المفاجأة. وي سمعنا خير. ما كاين غير الخير. وي عنيجة شكون قال لك العفريتة؟ جاوبي. بغيتو شي طيب؟ كبيرة ولدي على سلامتك، على سلامتك يا ولدي توحشتك. الله يسلمك يا طيبة ولدي. لاباس عليك؟ طيبتي عليا بزاف. حتى انا توحشتك. توحشتك حتى انا. وزعما انا كنت كنهضر معاك مرة في التليفون. ايوا وليدي، واش التليفون بحال وجودك معايا؟ الله يرضي عليك. كيدايرة انتي مع القراية؟ جيتي معنا في مرة؟ صافي غادي تعي ان شاء الله استاذ التليفون التشكيلية في افران. ان شاء الله. افران؟ غادي تولي تبعد عليا وليدي. ايوا هو مبارك ومسعود بها خالتي. اش غندير امي؟ راه ما عنديش اختيار. وزيدوا الافران هو قريب، مرة نشوفكم 60 كيلومتر. ايوا ونادية كيف غادي دير؟ انا غادي نحاول نتقل الفرع اللي كاين في افران حتى انا. ايوا الله يصوب لكم. قلتي لي شي حاجة؟ الله راح يقولها لك. سيني معاه الطوموبيل تجيبها. واخا يلاه. هذا دواد امي. امي هنا. الله يرضي عليك اودي. you
الصحة. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة ولدي. عاودي ليا توحشتيني. إيوا ولدي خليني. خليني حتى ندوش ونمشي. عادي لاباس عليك؟ لاباس؟ شكون؟ لا ايوا تفكر. لا ما عرفتكش. تفكر مزيان. لا شكون انتي؟ انا مونيا. شكون مونيا؟ ما عقلتيش عليا؟ بغيتي نقول انا ما بقيتش عاقل عليك. الو 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 مونيا شكون انتيا؟ انا نادية. نادية نادية الله يخليك ما بقاش تفلي معايا هكذا. اش تفلى معاك عادي مالك شنو واقع؟ لا لا والو والو شي وحدة عيطات قال لا لا وصافي ما كاين والو غير عيان شويه قريب على ما توصلي نكون وجدتو والو صافي انا غادي نجي دابا عادي اش تجيب معاك قرار تعيين لا ما نساش شي ناس بغاو يشوفوك سيدي الله يعاونكم كلهم يتفضلوا هادي زوجة بيبي شادية نعم مسؤول ديال مدى التربية التشكيلية تفضلوا تفضلوا
أنا بصدد جبرتيني كان هدر مع النيابة بشأن التحاق ديالك بالمؤسسة سعدي. تفضل أستاذ محمود. تفضل. كنقدم لكم الأستاذ محمود، أستاذ مادة اللغة العربية. كنقدم لك الأستاذ عادل، أستاذ التربية التشكيلية، والسيدة ديالو. دابا جا وقت الغداء، يمكن لكم تمشيو معايا تغداو ومن بعد نكملوا الإجراءات. لا أنا عير، سمحوا لي ضروري نرجع اليوم الفاس. إذا سمحتي أنا باقي عندي واحد المشكل، هو ديال السكن. أسعد ما ساخد حتى شي حاجة، حتى شي إن شاء الله في العشية غنصوبوا المسائل كلها. كون متأكد باللي غادي نوجدوا السكن وما تكون غير على خاطرك أسعد. إذا غادي نمشيو. ليس مشكلة أسعد، أنت راك ضيف ديالنا، مرحبا بك عندنا. مرحبا بكم عندنا. الله يبارك فيك. تفضلوا. الو اس عبد الله، ما عندي مساك عرفتيني. قلت لك اس عبد الله الله يجازيك بخير، عرفتي علاش عيطت لك؟ على الفيلا ديالك. الواحد السيد، واحد السيد استاذ التحقيق المؤسسه فين كنعمل. لا لا شوف، حتى هو راه دوقي وفنان، راه بحالك. واشنو فوقاش يجيو يشوفوها؟ راه ما عندي هنا كيتغداو. ايوا مزيان مناسب. الجوج ما غتكونش تما. ولدك نبيل. صافي. شوف انا راني ما غنجيش، غنصيفط الاستاذ محمود معاهم. لا راه كيعرف الدار. واسمح لنا. بارك الله فيك وتهلا. يا انتوما يا المشكل ديال السكن تحل. الله يلاه سيدي كلوا بسم الله. بسم الله. وهاد الفيلا ما غالياش؟ ما كنظنش، على حق قص عبد الله ديالنا، وحتى الا قال شي حاجه يمكن نبرك فيه. ياك. ايوا الحمد لله. فيها شي فراش ولا خاويه ولا؟ تسم جميع المسائل ديالها. عامره في امان الله. ايوا. بالنسبه للضو والماء كلشي فيها. ربي كيسهل. قدرت الله نقدر نشوفوا علينا خدمي لنا شويه نكمل. فكرتيني انا درت معاه اللي غيديكم الاستاذ محمود. استاذ محمود راه يكون ولدو نبيل تما كيسهل. نبيل تعرفوا؟ والله يا ايوا صافي. شوف استاذ محمود غادي يديهم ومن بعد رد عليه خبر المؤسسه الله يهديه. ان شاء الله. السي عادل غير هي شويه جات مطرفه. لا 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 بعيده ولا؟ كاين واحد ممر زراعي وندراسه ماشي بعيده بزاف. ما قلتي ليش السيده فين تتعمل؟ انا سيدي موظفه في البنك المركزي اللي فاس. تشرفي. وان شاء الله تاخذ الانتقال ديالها وتلتحق بيا هنا. ان شاء الله. ان شاء الله الا كتب. شكرا يا سيدي، بارك الله فيك. الله على خير. السلام عليكم. الله يعاونك. الله يعينك. الله يعاونك.
على سلامتكم. مرحبا مرحبا. ما بكم؟ أنا سنابيل. أهلا وسهلا. شي شوية مقبلة وأنا نتسناكم كما كنت. تشرفين أسيدي. تشرفين. أهلا بكم. يمكن لكم تفضلوا الآن. مرحبا بكم. لاباس الله يبارك فيك راه تيبلغ لك السلام. نهار كبير هذا السي. يا بسم الله. زيد اسيدي تفضلوا. مرحبا بكم. يا مرحبا. فتحوا لكم النوافذ باش شويه تهواو. لان هذه مده ما جينا في الحقيقه لهنا. راه يقبلوا علينا ماشي دخلتكم هذه. ايوا مرحبا. هادشي اللي تيخصك السي عادل. الاساس راه في المتناول ديالكم يمكن لكم تستخدموه راه بحال اللي راكم في داركم يعني ما تحتاجوش انكم ت مرحبا. يا مرحبا. ايوا زوينه ولكن تنحتاج التعامل يكون شويه مناسب. ايوا الله ودي استاذ حشومه راه الاستاذ عبد الرحيم راه صديق ديال الاب ديالي وكنظن على وجهه راه حنا طيحنا لكم في الثمن 1500 درهم تنظن ماشي شي حاجه. زيدوا معايا زيدوا يلا نشوفوا المرافق الاخرى. الله ودي كاين الضو كاين الماء حتى التليفون راه فيها. زيدوا يا مرحبا. تفضل استاذ عادل. مرحبا. هنا كي كتشوف عندنا بيت نعاس. دخلنا مسك صندوق غادي عندنا بيت نعاس. دخلنا مسك صندوق غادي يعجبك بزاف. وفي هذه الجهه كاين المطبخ كاين هناك الحمام وهنا كاين صالون صغير يمكن نستعملوه الضياف او شي حاجه. والله يخليكم اللي سنطلب منكم وهذه هي الوصيه ديال الوالد ديالي هو هذه الحجره هذه ما تقربوا لهاش نهائيا. وبيني وبينكم انا شخصيا عمري ما دخلت لها. واخا ايوا انا غادي ندوز بلاتي العقد. فوقاش نعملوا العقد؟ تفضل. فوقاش غادي نلعبوا الشطرنج؟ سترانج؟ هلا في خبرك انت؟ كاين شي حاجة كتخبى؟ على اين؟ أنا بسلامة عليكم الله يكمل عليكم بخير غادي ندوز عندي شي أشغال. شكرا أسيدي. إلى اللقاء. تفضل بكل فرح. تفضل أسيدي. أش؟ أش دار لك؟
كنسم. الو شكون كيهضر؟ الو الو شويه عليك في الطريق. كون هاني عادل. سلمي على الوالده. مو بالله. ولا راه لقيت الدار وغندير الخدمه ان شاء الله. صافي. سلمي على ماما كاين. شوف تهلا في راسك عادل. كون هاني. قول لي خاصك شي حاجه؟ لا. أه؟ ما خصني والو. يلا باي باي. سلامة. شويه عليك في الطريق. كون هاني. هذا الكلام نادية هي غادية وهي تتوصي عادل 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 من طبيعة الحال الليلة الأولى ما غاديش نخليوه بوحده. بسم الله سي عادل. بسم الله. برد شوية ولكن معليش. لطيفة هي اللي وجدتها. قول لي يا سي محمود. نعم. واش أنت دقيت قبيلة؟ نعم. قبل ما تجي سمعنا السرسار ومن خرجت نادية ما لقات حد. يمكن يكون استرسال في شي عقاب. هاد المنطقة ساعة ساعة راه كيمشي منها الدوق بسبب جو. المهم خصك ساعة ساعة تشري الشمعة السعادي. راه كاين واحد الحانوت هنا قريب راه عنده كل شيء اللي بغيتي حتى الدخان. كيفاش حتى اختاريت افران سي عادل؟ الحقيقة ما اختاريتهاش. انا في السنة الأخيرة ديال الدراسة كنت كراسي الوزارة ومن جيت المنصب اللي لقيتو في افران وفوق هادشي الجو ما كيختلفش بزاف على اللي قريت فيه. زيدك شي بيرينا استاذ. لا لا بارك عليا الله يخليك. عييتي ولا؟ ايوا واقيلا نخليوك ترتاح سي عادل. علاش صافي؟ ايوا كنت باغي نلعب معك شي طريح ديال السترج. ولكن كتبان عيان. واخا نخليوها مرة أخرى. إيه مرة أخرى. سي عادل غدا إن شاء الله إلا بغيتي ترتاح ما كان حتى شي إشكال. بارك الله فيك. واخا. غادي ندوز. واخا أصاحبي. يلا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك واحد لقيد وشمع. ولا حجر د الراديو صغير. وبرد ها؟ لي جاف وقتو ما يتلام. علاش ما عندكم ضو؟ لا غير كنخاف قال لك كيتقطع مرة مرة. انت جديد هنا نعمت؟ سيدي انا سميتي عادل استاذ الرسم. سكنت في هذيك الفيلا اللي ملاه. مرحبا استاذ. تفضل تفضل. بسم الله. قصح؟ لا هكذا كيعجبني. لا قلت لك على الكرا ديال الفيلا. لا ما قاصحش. مزيان. مزيان. غتسكن فيها بوحدك؟ غنسكن فيها انا ومراتي. علاش كتسول؟ ايوا حنا ما كنعملوش بداكش. كاين كيقولوا اللي كيدخل ليها شهر ولا شهرين كيخرج منها. وعلاش؟ ايوا هدا عليا. كيقولوا فيها شي حاجه ديال الخرافات وداكشي. واخا حنا ما كنعملوش بداكشي. الله يهديك الحاج. واش عمرك شتي شي خرايف كيسكنوا في الفيلات؟ شحال عندي يا سيدي؟ جاتك 8 ديال الدرهم. الله يخليك. شكرا على اتاي. مرحبا استاذ. ليله سعيده. مرحبا. الله يبارك فيك. الو 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 نادية ما كاش ما عيطيتيش كي وصلتي. لا كنت خارج مشيت للحانوت. كلشي لاباس؟ امي لاباس عليها؟ شوفي نادية حاولي تفضي الامور دغيا واجي. لا والو حتى تجي ونعاود لك. واخا سلام. إن شاء الله. 6 بوجدة، 12 درجة بتطوان وطنجة، 9 بالقنيطرة والرباط، 11 درجة مرتقبة بالدار البيضاء، 8 بالجديدة، 9 بأسفي ومكناس، 7 بفاس وخريبكة، 0 درجة بإفران، 7 بالرشيدية وورززات، 13 درجة مرتقبة بالصويرة، 10 بأكادير، 12 درجة بالعيون، 11 درجة مرتقبة بسمارة، 16 درجة بالداخلة و 14 درجة مرتقبة بكل من سبتة ومليليا. الله
عددا من القضايا المطروحه في الساحه الدوليه والعربيه وعمليه الشرق الاوسط وازمه العراق، واكد العلاقات الثنائيه بين البلدين. قضيه السلام بالشرق الاوسط كانت اليوم ايضا محور اجتماع تنسيقي بالاردن، وياتي هذا الاجتماع قبل الزياره المرتقبه لياسر عرفات الى واشنطن لبحث مساله اعلان قيام الدوله الفلسطينيه مع الرئيس الامريكي بيل كلينتون. وقد دعا هذا الاجتماع الثلاثي دول العالم الى تاييد القرار الفلسطيني باعلان الدوله الفلسطينيه في موعدها المحدد. اما بخصوص ازمه البلقان فاللجوء الى الخيار العسكري بدا يتاكد يوما بعد اخر اثر فشل مفاوضات السلام بباريس ومواصله التعنت الصربي وتحدي بلغراد للمجتمع الدولي، حيث كثفت القوات الصربيه اليوم هجوماتها على مواقع البانيا في الوقت الذي كان فيه مراقبون دوليون يغادرون اقليم كوسوفو. شكلي جديد؟ أنا هو واش عرفتي؟ سمعت بأن شي أستاذ جديد غادي يجي لنا وظنيت بأنك أنت هو اللي غتكون. أنا هو اللي غنقريكم إن شاء الله. إن شاء الله. شنو غنقراو؟ إيه الدرس؟ اليوم غادي نبداو بالألوان الرئيسية وطريقة المجز ما بيناتها. يا نخلطوا البيض والكحل؟ لا، البيض والكحل ماشي ألوان، حتى القسم ونفهم. أنا اسمي عادل، وأنت؟ سي مهند. سي مهند. مزيان، تقرا مزيان. انتما اللي كتضحكوا راني صحاب مع كيلو عندك نقدم لكم الاستاذ عادل وداس الاستاذ مادة سرس، وكنتمنى التلاميذ يكونوا في المستوى ان شاء الله. كتعرفوا بلي الماده ديال الرس هي ماده في الفنون التشكيليه. الاستاذ عادل تمكن من الميدان ديالو، وكنظن خصني نتوما تكونوا في المستوى وفي حسن الظن ديال الاستاذ عادل. شكرا استاذ عادل. بارك الله فيك. وقف انت معك مريض. جلوس. صباح الخير. اليوم انا جاي داخل المدرسه تلاقيت مع احمد. فينا وقفنا احمد؟ قال لي استاذ شنو الدرس اللي غنبداو به اليوم؟ قلت له غنبداو بالالوان الرئيسيه. قال لي هي غنخلطوا البيض والكحل. واش البيض والاسود الوان؟ هناك ثلاث الوان رئيسيه هذه خصها تعرفوها ضروري. هناك اللون الاصفر واللون الاصفر واللون الاحمر. مزيان. هذه هي الالوان اللي داخله في اطار ما يعرف بدائره الالوان او قرص اسحاق. الالوان اللي عاده الا خلطناها كتعطينا واحد المجموعه بحال قوس قزح مثلا، عندما نخلط الاحمر والازرق شنو الالوان اللي يمكن تعطينا؟ امتزاجيه. شنو الالوان الاخرى؟ ايضا اخضر. ايضا وردي. ما عندي مسك. اذا كيف كنلاحظوا ما كاينش وجود نهائيا للابيض والاسود، لانه الا خلطنا الابيض والاسود كنحصلوا على لون الى وين. اذا نبداو اليوم بالالوان الرئيسيه. شكون اللي نوض يكتب تاريخ اليوم؟ تفضلي. Thank you.
الله يخليك اختي. هادي ناديه مدير مشغول عنده شي حد. شكرا. لا انا جايه لعندو دابا. لا لا دار معايا باش نشوفه. شكرا اختي الله يعاون. أزيد ناديه بخير أستاذ. كاين شي نقضيو؟ غير لا كان ممكن بغيت نطلب منك واحد الطلب. طلب؟ ياك ما عاودتني شي رخصة جديدة. تفضلي تفضلي. شكرا. ايوا هاد الرخصة راه طويلة شوية. ياك شي بس مكان؟ غير إلا مكان فيها مانع بغيت ننتقل الفرع ديالنا اللي في إفران. غير هكذا باش قليك؟ أنت عارفة باللي الزبناء ولفوا بك. كيف جات؟ بين عشية وضحاها أو تمشي؟ إوا للضرورة أحكام. أش هاد الضرورة واش هاد الأحكام؟ بغيت نلتحق بالزوج. أه هذا الأستاذ عادل؟ إيوا. لا لا سالة الدراسة ديالو؟ سالة وتعين أستاذ الفنون التشكيلية في إفران. إيوا كتعرفي ماشي سهل باش نوجدو إطار عندو تجربة جد مهمة. شكرا. والزبناء كلهم تعودوا على الخدمات ديالو خصوصا بالنسبة للملفات الصعيبة. إيوا كنظن أستاذ حتى الفرع ديالنا في إفران محتاج لواحد النفس جديد. أنت نشاط الكادر الرأي ولكن خلي لي شويه الوقت نفكر عافاك. واخا سيدي هالطلب ديالي وانا كنتظر الموافقه ديالكم ان شاء الله. ما غادي يكون غير الخير. شكرا. اذا كيف كنلاحظوا هنا جميع هذه وثيقه كتاكد هادشي اللي شفناه على السبوره وهي دائره القرص واللي متكونه من الالوان مجموعه الالوان فيها ثلاثه الرئيسيه والالوان الثانويه. كيف كنلاحظوا لا وجود تفضل لا وجود للابيض عديد. نعم تليفون عند السيد المدير. واخا شكرا. احمد نرجع ونكملوا هذه الحصه يمكن لكم ترسموها. تفضل استاذ عادل عندك التليفون. شكرا. الو عندي لاباس. مبروك ياك مزيان ولا هنيئا. ناديا حاولي تجي معك شي تلفازه واخا صغيره. اه الوالده لاباس كلشي بخير. خالتي تاهي وسلم عليهم وانا نتسناك. سلامة. لا لا كلشي بخير. هادي ياك لاباس؟ لا هادي غير ناديه مراتي. المدير وافق باش يعطيها انتقال هنا. سيدي مبارك مساك. الله يبارك فيك. استاذ عادل خصنا الزرده هادي. تستاهل كل خير. علاش لا تسمح لي. شكرا. Thank you.
حول عافية على محلكم ربي يخليك شكرا وشين فون ان شاء الله بيقولوا كونتيكم ان شاء الله الله يعاون سيدي مرحبا الله يبارك فيك يا دير لي واحد 200 درهم الله يخليك ممتاز ممتاز كم مرة يكون الشراء كاين تخفيض اليوم شحال نزل بشي 3 سنتيم ياس لترو لا لا دير لي 200 درهم خلف وجع البراك انا هنا كنتظر نتلاقى مع شي بنت اول الناس مدير ديال معمل او مؤسسه نشوف من حالي باش نكتشف القدرات ديالي هنا طاقه مهانه والله يجيب لك شي بنت الناس الله يعاون عادل اسي عادل فين انت صباح وانا سنعيد السلام عليكم الباب مخليها محلولة ياك لاباس لقيتيها محلولة ايوا لقيتها محلولة مرحبا بك تفضل لا 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 نجلسوا في حالتنا هنايا واخا تفضل عادل مالك لا والو يس شنو نشرب عتي ولا قهوة؟ اللي كان اليوم غنلعب معك الشطرنج واخا
شفتيها؟ شفتها. تفضل. شكرا. يلا ست. غادي نلعب معاك ولا كراك غتغلبني اليوم؟ العب هو العب. عرفتي هاد اليومين راسي ماشي معايا. حلاش. سي محمود. نعم. كتأمن بالجن والروح؟ طبيعة الحال سنأمن. هذه مسألة مذكورة في الكتب السماوية كلها. علاش السي عادل جبتي لنا هذا السؤال؟ ما نعرف. أنا هاد اليومات مني رجعت من فرنسا ولات كتبان لي شي أشياء اللي ما عنديش لها تفسير. بحالاش؟ بعض المرات كنشوف شي خيال وكنسمع شي أصوات وشي حد كيقول عادل وما كنلقى حتى حد. زيد شنو آخر؟ كيفاش شنو آخر؟ هادشي اللي كاين. يمكن راك غير عيان شوية مع السفر مع عاد رحلتي. لا لا ما كنظنش. واللي زاد شككني هو ملي مشيت عند مول الحانوت قال لي هذيك الدار اللي سكن فيها شهر ولا شهرين كيخرج منها. واش كتثق بالخرايف ديال شهر ولا شهرين كيخرج منها؟ واش كتثق بالخرايف ديال الناس؟ لعب السي عادل لعب. انا راه ما خايفش غير كان ليلى وناديه غادي يجيو نخاف توقع لهم شي حاجه. توقع لهم شي حاجه؟ لا ما عندك مناش تخاف. وزيدون الا ما كنتيش مرتاح هنا يمكن لك تدوز عندي للدار. لا لا ماشي هادشي اللي قصدت. ها محل هذا مشى عادل مخبي عليا شي حاجه؟ لا ما مخبي عليك حتى حاجه. نسى هذا الموضوع. لعب. سي عادل عادل شنو ياك لاباس؟ هاد السنة عندك البحث وغير ما تفكرينيش مازال ما وجدت فيه والو. مازال كاع ما اختاريت الموضوع اللي غتقدمي لأستاذ المشرف. حيرة بين جوج المواضيع وعندها كيتمشي تختاري شي موضوع يكونوا فيه المراجع قليلة. الأول حول الفرد في المجتمع المغربي. والثاني؟ والثاني درت حول اختيار مصير الطفل. إيوا هاد الثاني ما بيش فعلا موهب ولكن المراجع فيه قليلة. وهذا هو المشكل. قولي وقتاش غادي تدخلوا نتوما؟ في الأسبوع الثاني ديال نوفمبر إن شاء الله. ماشي بحال عادل من الطيارة للقصر. وصل مباشرة مع الدخول. ولكن مسكين عرفتي راه عيان مزيان. صافي صافي دابا عقلت على ولدك. نهار اللي جيت مسكين كان تلاقاني. ولكن شنو نقول لك انا راه جديد عاد جيت وخدت تلاميذ باقي ما حفظتهمش مزيان. ولكن كان وعدك الحاج كلهم ناخذ منهم بالي بحال اخوتي. نعم سيدي الله يجازيك بخير. حتى الوليد شكاك بزاف شكاك. نعم سيدي بسم الله شد هاد البركه. شنو هذا الحاج بركه الفقيه؟ نعم سيدي. لا غير خليها ما نقدرش ما تحتاجش والله. لا والله نعم سيدي غير ما شديتي ماشي غير ماشي خساره في وجهك. نعم سيدي واخا سيدي مسموله بسم الله. وازيد بعدا نشربوا كويزله تاعي. مشغول على حق الشروات غادي نمشي نعم سيدي نقلب الارض ونزرعها ياك. والله يسخرها سي شنو نسمك الله غير ميمون. سي ميمون واخا سيدي. سلام بارك الله فيك. السلام عليكم. سلام سيدي الله يرحم والدين. تهلا والله الله يجازيك ما تخافش. Thank you.
ليلى ما فيها الباب محلوله. الله يسلمك. شاهدي ليك ما بدلتي الحرفة. انت كتشوفي هذه يا ليلى. ايوا شكون جابتها لك؟ شكون جابتها لي؟ دابا ليا فقيه. ايه ملي واحد الفلاح قال لك نقري ولده وصاني عليه وحلفت يعطيه لي وانا كي داير بعدا مع المدرسة والتلاميذ؟ مزيان بدا الانسجام. ما قلت لكمش انا ما بقيتش استاذ. شنو وليتي؟ وليت فقيه. فقيه الفنون التشكيليه. واش يا جي خلي عليك الدجاج يلا زول الحوايج ودخل هذا باش ما يهرب عاوتاني. يلا حداي حداي انت. ايوا قلت لهم حتى نقاد الدار وغادي يلحقوا عليا الثمن الماجيه ان شاء الله. الله شحال غزاله عندكم هاد الفيلا خصوصا ديك الجريده. غادي يعجبك الحال هنا دابا تشوف. داكشي علاش انا جبت شي كسوب باش نقراهم وقلت نمسكم حتى تولفوا. عقبال حتى انت ان شاء الله ليلى بعد البحث ياك. ان شاء الله انا نمشي نوجد لكم كاس داتاي يلا نوريك بيتك. راه اليوم غنمشيو نتعشاو عند السي محمود ومراتو حتى انت معاه. نهاية مضطربة عندك بلاتي نسوة نسوة هاي غيبقاو عاد هادو بجوج عاوتاني بلاتي بلاتي انا غنلقى هذا ما كاينش البرد حل الشراجم نير على خوفات معايا يلا سير وجدوا راسكم ونمشيو نتعشاو عند السيدي يلا الخوف. ماكلة لا اش بغيتي؟ استغرف من مشترى مشاو غير هالليلة الحليب؟ شكون اللي قالك حنا بغينا الحليب؟ ايوا عاد يزي خت غاد والناس كيدقوا مشترى ولا من البيبان؟ اريد سلام
كاين شي واحد اللي كيبيع الحليب في هذا البرد. ايوا ورين تقد لا نوايا فالا. شوف لالا ما بغينا والو، سير الله يخليك وما بقاش تجي لهنا. بسم الله. والله إلا طيرتها مني خلعة. شفتيها كي عاملة. وشنو بغات؟ قلت لك كاتبين الحليب. الحليب في الليل. ومن السراجم. خذوا خير ولا نعمل لكم شي كاس ديال الشاي. لا شكرا، انا حبي بارك الله يخليك، تبارك الله عليك. الله يعطيك الصحة. ايوا عاد راه متقلة شوية جما زعما. ايوا الله يفك وحيلة على خير. واه كي ظهر لي حنا بارك الله نمشيو نرتاحوا. نمشي للحاج شوية. لا الله يخليك. اجي غدا ان شاء الله، شنو رأيكم نعملوا شي خريجة للطبيعة؟ والله إلا فيك. مزيان. أيه. لا انا ما نشوفتش. اييه بغيت تشوف. ايوا خا الا كان مزيان. معيش نديرو نديرو مع 11 مع 11 ندوز عندنا مولات الحليب. وي 11 تلقاو ان شاء الله. ان شاء الله تبارك الله عليكم. شربوا مويه باش ما يضربوش. بشوية ما تخافوش، هو كاين الشمع. أبلت صافي. هاهو غادي يقضي. نمشي عند ماما. خاصك تمشي عند ماماك، مالك خوفة هكا؟ إيوا هي على كاين اللي ما كيخافش. وفين هو الكاراتي ديالك؟ حنا علمونا إلا أختي أهرب. منين فريد كاع هاد الدار مسكونة شنو غيوقع؟ هادي اللي كتسمع. كتسمع؟ يمكن غير شي قطة. شنو القط؟ واش كتسمع مزيان؟ اش كتسمع؟ هادي واش نهار؟ واش you
والله العظيم الى الفكره ديالك الى غزاله تبارك الله عليك. شتي انا الطبيعه شحال غزاله في الشلالات كي كيحمقوا الناس كنشربوا. هاك ليلى وكملي كملي هذاك هذاك شت الرجال هربوا. ما قلتش لي اش رايك؟ هذا الشيء غريب ما نقدرش نفسرو. الغريب في الامر هو انني كنشوفهم وناديه وليلى ما كيشوفهمش. تقدر تكون كتوقع شي حوايج ما كيشوفها غير اللي كيحس بها. ما نعرف. ماشي بعيد تكون شي روح كتعذب من العائله ولا من الاقارب ديالك وانت هو السبب. ولكن انا عمري ما عديت شي حد. ايه هذا الشيء اللي كتقول انت. ولكن خصك تفكر مزيان وتخمم مزيان راجع نفسك شويه. انا عارف كل شيء ممكن. طبيعه الحال. هلا بلاتي عليك حتى انت. زهرة وانت يا علي. علي كتعرف الاغنيه ديال فارس وعلي؟ تغنيها معايا؟ واخا يلا. زهرة وعلي ما عرفوش ما خرجوش معاهم. لا ما عرفوش. اجي نقلبو نقلبو عليهم شوف ما عرفوهم. في ليلى من هنا. علي سير جيت معنا سير زور هنا بينما علي زريد الحلوى زريد الحلوى فراس علي نسولك ما شفتوش واحد البنت دازت من هنا كي داير اخويا؟ لابسه البيض. كاين اخو واحد انا واحد البنت دايره اكسيدون هنا لتحت ولكن شفت واحده لابسه البيض غادا تجري للغابه دخلت الغابه. الغابه؟ اييه بارك الله فيك. ولكن الغابه في هذا الوقت دابا صعيبه. معليش شكرا خويا طاحت الطلبه. شكرا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي عرفتيني؟ سير بخير، هذا مرحبا. هي أنا الأستاذ اللي ساكن قريب ليكم. بغيت نعرف شكون هاد البنت اللي دخلت عندكم. سيدي ما دخلت عندنا بنت دابا. البنت أنا عاد دابا شفتها دخلت حتى لهنا. وسيدي أنا العشية كاملة وأنا هنا ما دخل حد، ما شفت حد. يمكن غير كنتي ملهي. شوف شوف. إوا نسولو نشوفو. غالية وين غالية؟ غالية أبرا أبرا هاي الدخل ما يتريد أحمو دخل عندنا شي حد؟ وقتاش؟ غير دابا ما دخلت شي حد لهنايا واحد البنت ما دخلتش لهنا لا ما دخلت عندنا حتى شي بنت وأنا شفتها بعيني حتى دخلت عندكم ما كان غير أنا وحمو هنايا يا بغيتي تدخل تيقن دخل شوف براسك هاي هاي هو ما يدخل حتى شي حد لهنا صافي سمحي لي سيري دخلي جيبي شي حليبه وشي بيضات وعطيهم للسيد الفقير يدخل بحالو من البرد يوا تلقي راسك العجب انا شفتها تدخلت لهنا العشيه كامله وانا تابعها سيدي الله اعلم حنا بعدا ما شفنا حد صافي سمحوا لي سمح وبلاش الحليب والبيض الله يرحم والدين الله يسعد المساء عادي مالك مرفوع البارح شفتها ملي كنا في النزهة وتبعتها مونيا ومونيات هما دخت والله إلا دخت وحدة ضربتها سيارة والأخرى لابسة نفس اللباس دخلت لدار شي فلاح إيوا ومن بعد من بعد حتى هما نكروا بلي شافوها ودخلت لعندهم تطلي عادل عادل مال شوفي ليه شنو نقول كلام شنو مالي الجبال والتلج والماء مالي بقى لي دابا غير نشوف محمود يمشي معايا للمستعجلات نشوفونا نتعرفوا على هذه الامنات الحديثه ويلا بعدا للدار شرب شي حاجه وبدل حوايجك ويكون غير خير ان شاء الله السلام ورحمة الله خويا هاد الصباح ما جبتيش شي مرأة لقيتها في الطريق أخويا جبناها مات مسكين الله تجيك شي حاجة؟ غير مع عائلتي فين لقاوها؟ خويا بيت الموتى من هنا؟ من هنا أخويا الله يخليك أنا بغينا نشوفو السيدة اللي دارت حادثة هاديك السيدة اللي جابوها ميتة إذا سمحتي بغينا نتعرفو عليها هاديك دابا راه في بيت الموتى وما يمكنليش نوريها لكم ولكن احنا ضروري نتعرفوا عليها كاين شي مسؤول نشوفوه الدكتور ممكن يوريها لكم دكتور شنو اسمها بغينا نسولك سيدي على واحد السيده باش مريضة سيدي؟ لا ما مريضاش ميتة ميتة؟ من العائلة؟ درت واحد الحادثة البارح هي جارتنا جابوها هاد الصباح حتى هاد مسؤول عليها من غيركم يمكننا نشوفوها باش نتأكدوا تفضلوا لي يمكن لكم تعرفوا على الجثة واخا سيدي بخير جبت لي الجثة اللي جبناها في الصباح اللي جبنا في حديثة. نعم. ما
كلمي لي الممرضه المسؤوله. لا ما تقلقش ما تقلقش. لا فين السيد اللي كان معنا؟ ما قدرش يدخل. تنقلب عليك باك دكتور. الأنسة الجثة اللي جبنا في الصباح فين راه؟ دكتور دينا المستشفى المركزي. كيفاش؟ ما يمكنش. رجعني تحت. هيا هيا راسك هيا قسم الإنعاش هيا راسك هيا اللي خليك على الجناح ديال الرجال غطلع على اليمين هاد الدروج وغدور على الشمال. شكرا. هذه